بتبدأ وزارة الأوقاف بتسليم أول دفعة لمحافظة الأديوبية 3 طن من صكوك الإطعام لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الأديوبية. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير، وكل الشكر والتقدير لمعالي الوزير المحافظ السيد اللواء عبد الحميد الهجان اللي بيدعمنا في كل الأنشطة الاجتماعية اللي بتقوم بيها وزارة الأوقاف. طبعا موضوع فعلا موضوع مهم، يعني نوع من التكافل الاجتماعي فعلا ومعاونة من وزارة الأوقاف، واحنا طبعا بندعم هذه المبادرة، وان شاء الله هذه الصكوك توصل لمصحفيها في الفرع والعزب والربوع باذن الله في المحافظة ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 وصلت الى مديرية اوقاف السويس الدفعة الاولى من لحوم صكوك الاطعام وقدرها طن من لحوم صكوك الاطعام، سيتم توزيعها ان شاء الله على الاولى بالرعاية من اسر السويس في شتى الاحياء، والله الموفق والمستعان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.